بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في سلسلة دروس دورة ريدت MEP. اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي إكراما وتعظيما لوجه الله وصدقة جارية على روح أمي وروح أم زوجتي. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات الناس أجمعين. اليوم إن شاء الله هتكون المحاضرة 22، وهنتكلم فيها عن جزئين مهمين جدا. الجزء الاول هو هيبقى الاختيارات المتعددة للتصميم Design Option، وهنتكلم عن مشاركة العمل في برنامج الريفت Work Sharing. خلونا نبدأ. مستعينا بالله هروح افتح الكمبيوتر واتوجه للدورة الدروس درس اليوم 22. اول جزء في محاضرتنا هنتكلم عن Design Option. هنسحب الملف ده على برنامج الريفت علشان نفهم يعني ايه ديزاين اوبشن او الاختيارات المتعدده. بعد ما فتح عندي النموذج اللي بوضح عليه الدرس، مش شرط اطبق على المشروع بتاعي، انت عايز تفهم الموضوع كله او التكنيك علشان تقدر تستخدمه في المشروع بتاعك. لو افترضنا انا عايز اعمل اوبشنات متعدده، يعني مثلا كان الفراغ ده او السبيس ده متقسم قدامي بالشكل ده، عندي هنا اي تي، عندي حمامين، عندي السكرتيرة، عندي المدير، وعندي صالة او مساحة عمل كده. لو انا عايز اطلع بلان زي ده متعدد، يعني ايه متعدد؟ يعني هخلي الكلام ده مرة بالطوب، ممكن كده، ممكن اخليه كيرتن، ممكن اغير النظام كله، تمام كده؟ فانت هتلاقي تحت كده حاجة اسمها ديزاين اوبشن. لما تفتحها كده تضغط عليها ديزاين اوبشن، وفيها شوية حاجات كده مطموسة ولسه مقفولة. او لو توجهت للمانج تاب تلاقي هنا بانل بحالها اسمها ديزاين اوبشن، ولو ضغطت هنا هيفتح لك نفس اللي فتحتها من تحت. طيب الامر ده جميل قوي، انا عايز اعمل كذا اوبشن، ايه اللي هعمله؟ هل هاخد الكلام ده وانسخه كده في الجنب واقعد اعدل عليه زي ما كنت بعمل في الاوتوكاد؟ لا، انت كده ما بتشتغلش بين، انت كده كانك بتشتغل 2D. هنا في اوبشن بيتيح ليك انك تعمل لده اوبشن لكذا حاجه. طيب الاوبشن اللي انا عايز اتكلم عنه المتعدد هو ما يخص الحوائط. طيب والحوائط دي عليها هوست الابواب والشبابيك، يبقى انا ممكن اعمل اوبشن ما يخص الحوائط. طيب ممكن اعمل اوبشن يخص الاسطح، الروفس، اعمل روف مايل من الاربع اتجاهات، من اتجاه واحد منها. طيب خلينا نبص على الصوره دي بسرعه، في صوره كده. هو يقصد ايه هنا؟ بيقول لك هو كانه عمل ثلاث موديلات، هو موديل واحد هيعمل تعديل في حاجتين، او هيعمل ديزاين اوبشن لحاجتين. الحاجه الاولانيه هو الباب الرئيسي. لو انتم ملاحظين ان ده سنجل فلاش، ده دبل جلاسز، وده دبل خشب مثلا، يبقى عمل هو موديل واحد وقعد يعمل يظبط الاوبشن بتاعه انه يغير عليه. يعني ممكن عايزين نشوف الفكره دي ونشوف الفكره دي ونشوف الفكره دي، وعمل ديزاين اوبشن كمان لايه؟ للروفس، خلاه مره مايل من الاتجاهين، ومره مايل من اتجاه واحد، ومره مايل من الاربع اتجاهات. انت شوف هتستخدم ديزاين اوبشن دي في ايه. فدلوقتي انا مثلا عايز اطبقها على الموديل اللي قدامي ده. مثلا خلينا نلغي بس الروم علشان ما تزعجناش. خليني دلوقتي الغي الروم اللي انا عاملها دي، هعمل سيلكت اول. انتوا عارفين في حاجه اسمها فلتر، لما بعمل سيلكت انا عايز افلتر، عايز اشوف حاجه معينه، اعمل سيلكت على حاجه اقول له تشيك نان، اقول له انا عايز الروم، امسك لي الروم والروم تاب والحاجات دي العناصر التانية. اوكي كده انا عملت سيلكت عليه، اقول له بس ليه. الرسالة دي بيقول لي انت عملت ديليت على الفيو، لكن هي لازالت الروم دي موجودة في المشروع ده وبتتشال بطريقة معينة. تعمل جدول روم وتروح هتلاقي يقول لك ان، تقوم عامل لها ديليت الاسم. طيب دلوقتي اللي قدامي ده لو انا عايز بقى انفذ الديزاين اوبشن، هلاقي المين موديل، هفتح هنا هلاقي هنا حاجة اسمها المين موديل. تمام، الموديل بتاعك الاساسي حلو قوي. فرضنا الموديل بتاعي الاساسي ده مثلا ادي ده وضع انا موافق عليه، ادي ده اوبشن هعمله. الديزاين اوبشن دي اختيارات متعدده للتصميم لاي اليمنت بقى انت عايز تعمله، انا هعمل على الحوائط. فانا هعمل ايه؟ هعمل سيلكت على شويه القواطع الداخليه دي كده، ما عدا الخطوط اللي هي الداش دي وما عدا الباب ده، وهعمل ايه؟ هاخدها كوبي بس، هاخدها كوبي تمام، واعمل لها ديليت. كان الفراغ عندي اهو، يبقى ده لحد دلوقتي اسمه المين موديل. خلاص كده. طيب واللي انا كنت عامله
فرضنا اني لسه ما عملتوش، هو دوت هيبقى اول اختيار عندي، اول اختيار او اول اوبشن عندي. فهعمل ايه بقى؟ هدخل هنا افتحها من هنا او افتحها من مانج في البانل اللي هي بتاعتي. وانا واقف هنا التابس او الامر المتاح ليا هو نيو، ده انا عايز اعمل اوبشن سيت، عايز اعمل اوبشن جديد، يبقى هعمل له سيت، هقول نيو، فظهر لي اوبشن سيت وبيندرج تحته الاوبشن دوت هيبقى هو الرئيسي البرايمري. تمام كده؟ طيب انا عايز اسمي دي عشان ما ابقاش تايه، ما تبقاش اوبشن سيت كده، انا عملت سيلكت عليها، هلاقي هنا حاجه اسمها رينيم، فبيقول لك هنا سميها اللي هي دي سميها. انا عايز اسميها اوبشن شرطه ما يخص الولز، ماشي؟ اوكي، يبقى انا هلعب او هعمل كذا اوبشن للول، وبيندرج تحتها ادي اول اوبشن انا هعمله، يبقى العنوان الرئيسي انا هعمل اوبشن للحوائط، اعمل اوبشن للفلور، اعمل اوبشن لاي اليمنت في برنامج الريب، واللي انت اخترته دوت هو البريملي كده. تمام كده؟ انا لما اخترت الاولاني ده الايديت دي مقفوله كده مطموسه، لكن هنا اقدر اعمل نيو، اعمل واحد تاني، اعمل ست تاني، اعمله وليكن للفلور، اعمله للروفس، ماشي؟ ولو عايز اعمل رينيم اغير اسمه زي ما انت فهمت، لو عايز اعمل ديليت لي، لو عايز الغيه. تمام؟ طب تحتيه بقى ده لما عملت عليه سيلكت خلاص الطمس، انت هتعمل اوبشن يخص الحوائط خلاص، هنا مش محتاج تعمل نيو بس. لكن لما عملت سيلكت على هنا بيقول لك تقدر تعمل رينيم، تقدر تبدا بقى اديت سيلكشن، انت عايز تشتغل وانت عامل بقى سيلكت على الاوبشن اللي انت هتخليه اساسي وهتعمل بعد كده كذا اوبشن. يعني انا الاوبشن الاساسي بتاعي هو ده، عملت عليه سيلكت بقى نشط، هقول له اديت. بصوا ايه اللي حصل، ده بقى خفيف وبقى جاهز ان انا هشتغل. طيب انا عايز اشتغل، اعمل لي دي كلوز دلوقتي. ودلوقتي انا عاوز شويه الحوائط اللي انا كنت حاططهم مؤقتا دي كاني لسه هعملهم، يبقى انا هعمل ايه؟ هروح موديفاي واقول له هنا، قول له اعمل بيست. خلاص كده؟ يبقى اللي انا عملته ده ايه؟ لو انتوا شايفين المين موديل اللي هو الحوائط الخارجيه مع الباب ده، انا كاني ظبطت اوبشن جديد، لو فتحت هنا ظبطت اوبشن جديد، هو اول واحد لما بتختاره بيبقى اللي هو الرئيسي، كاني رسمت دول، خلصت قلت له فينيش. بص الرسمه بقت عامله ازاي، كاني رسمت يعني، بس انا خدت كوبي بيست دي عشان ما ارسمش تاني، واقول له كلوز. يبقى ايه الكلام اللي انا عملته ده؟ عايز اعرضه، المين موديل بتاعي هو دوت، وفي فكره اوليه موافق عليها هي دي، اللي هي الحوائط دي اقدر اعمل سيلكت اغير فيها، دي ليه متاح ليا طالما انا عامل اوبشن، مش هاخد الرسمه دي كلها او الموديل ده انسخه واقعد بقى اغير، لا. خلاص كده؟ طيب انا كده عامل اوبشن، عايز اوبشن تاني، افتح الامر ده او اعمل سيلكت على ده اللي هو الرئيسي ده. خدت بالك؟ انت لما فتحت تاني انت سيلكت على ده، هو عايز هنا يقول لك فينيش، انت ان انت مختاره تحت. فدلوقتي حضرتك انت عملت اوبشن اللي هو رئيسي اللي هو بالشكل ده، انت طالما مختاره من هنا، طالما معلم عليه. طب لو قلت له المين، خلاص بقى هو ده المين، اللي هو رجعت للمين اللي هو خارجي لو هعدل فيه، واللي انا عملته اوبشن مش قادر اعدل عليه، عشان محتاج هنا اقول ان هو ده البريملي ده واعدل عليه زي ما يعجبك. تمام كده؟ طيب ما تنساش ان انت مخلي اللي هو ده اكتف، اللي هو البريملي ده كده اكتف، فانت قادر تشتغل عليه. فلو فتحت هنا انت بعد ما اشتغلت ما تنساش تقول له فينش، فينش التعديل ده اللي هو الاوبشن ده، اقول له فينش. تمام كده؟ طيب انا عايز اوبشن تاني، هعمل ايه؟ هختار المره دي نيو اللي تحت، مش نيو اللي هنا، نيو دي هينشئ ست كبير اللي هو ايه، اوبشن للحوائط، لكن انا عايز اعمل اوبشن بقى يندرج تحت سب اوبشن يعني، هقول له نيو، هيقول لي اوبشن 2 ده اختاره، سيلكت بقى نشط، تقدر تعمل نيو تاني، تقدر تخليه هو البريملي، تقدر تخليه الرئيسي اللي انت هتعمله جديد، رينيم، دوبليكيت، ديليت. انا عملت واحد تاني من نيو فبقى اسمه اوبشن 2 ليندرجه تحت الحوائط، هقول له ايديت. بصوا ايه اللي حصل هنا، اختفى عشان عايز اعمل اوبشن جديد، واقول له كلوز ده، واجي هنا اشتغل. الاوبشن بقى التاني اللي انا هعمله، انا وليكن حاجه عند الحوائط وهختار وول من ليفل 1 لليفل 2، وهقول له خلي الكلام او التقسيمه دي كيرتن وول،
هقسمها بقى ايا كان بقى مطلوب منك، هقسمها كده اهو، عايزها كده، وليكن عايز اقسم المنتصف كده، وليكن عايز اعمل كده، الاوبشن التاني مثلا كده. خلاص خلصت اللي انا عايزه، ضفت كل حاجه. انت فاتح اللي ناشط دلوقتي اللي هو الاكتيف اللي هو اوبشن 2، روح افتحه اللي هو ده، ما تنساش تقول له فينش. خلاص كده اعمل كلوز. ده والله اللي انا واقف عليه، ده المين موديل اللي بيندرج برضو تحته اوبشن اولاني بالشكل كده. وانا والله عملت لحضرتك اوبشن تاني اللي هو لما اجي افتحه اللي هو 2 ده، فراح عارض لي ايه اللي هو الكيرتن. خدت بالك؟ يبقى انت عملت اوبشن تاني. وليكن انا طالما منشط على ده افتح الايديت، يبقى كاني عامل محتاج اعمل فينش. خلاص كده وانا واقف هنا هقول واحد نيو تاني، اعمل اوبشن تاني اللي هو 3 ده، اعمل سيلكت عليه واقول له ايديت، الدنيا اختفت. اعمل كلوز دي هنا. انا عايز اعمل حوائط باوبشن جديد من ليفل 1 ليفل 2، عايزها كده. انا عايز اعمل حوائط كده، مش عايز اعملها اللي هي التايب ده، بلاش كيرتن، اعملها حوائط كده. اقول له انا عايز الاوبشن الجديد اللي هو 3 كده، ومفيش حوائط كده، بس انا بعمل كده اي حاجه. انا عايز اقسم التقسيمه دي، انا في اوبشن 3 هو اللي اكتف، افتح هنا قول له فينش، قول له كلوز. عايز تعرض ايه؟ البريملي اللي هو الرئيسي اللي 90% هيوافقوا عليه، ولا في اوبشن تاني انا عايز اعمل لحضرتك الكيرتن وول اللي هو يبقى شكله كيرتن وول، او الناس اللي عايزه اقول له والله اوبشن تالت اهو، هيشتموك طبعا لو شافوا الاوبشن ده. روح بص على الثري دي، نفس الحكايه، انت هنا بتغير اهو، ده اللي هو البريملي، وده اللي هو اوبشن 2، وده اللي هو اوبشن 3. انا والله هقف بقى على المين موديل ده، خلاص ده البريمت. لو جيت تعمل سيلكت، انت مش هتقدر تعمل عليه سيلكت هو، لان ده يندرج تحت اوبشنات، ما تقدرش تعمل عليه سيلكت لو انت واخد بالك. ليه؟ لانه يندرج تحت اوبشنات. انت شد، انا بس شدت حاجه، انا جبت المين موديل اهو، اعمل سيلكت كده. اللي تقدر تحدد عليه هو المين موديل بس، لكن ده مش قادر احدد عليه عشان ده يندرج تحت اوبشن متعدد. خلاص كده بالتالي الموضوع كده اتفهم بالكامل وتطبيقيا يعني. طب لو فرضنا انا عايز افرجك على الموديل بتاعي ده، انا عملت ايه؟ طبقت الدرس بتاعي ده ازاي؟ الموديل بتاعنا اللي بنطبق عليه، لو عملت سيلكت اول على الموديل اهو، عملت سيلكت على كل حاجه الا السلم ده، مش عايز يعمل تنشيط. ليه؟ لانه يندرج تحت عامل له كذا اوبشن. السلم ده، ده الاوبشن الفاينل. انت فهمت ازاي تحول سلم كومبوننت تحوله لسكتش بالشكل ده؟ خلاص. فانا مش قادر اعمل ايه، اجي كده لو فتحت هلاقي ديزاين اوبشن اللي هو ده، اللي هو ده الموافق عليه اللي هو الرئيسي اللي انا هيبقى النهائي. وبعد كده عملت اوبشن 2 اللي هو عملته في المحاضره، ثلاث قلبات كده اطلع بيهم ويكون الترابزين بتاعي تاني كده ازاز. وعملت اوبشن ثالث ان انا اعمل طلعه من النص بهندريل كده كاستم شويه، انه ينزل كده ويقفل كده، واعمل الاحواض كده. خدت بالك؟ فانا طبقت الامر بتاعي اهو، ديزاين اوبشن، رجعت للمين، هعمل سيلكت على كل حاجه الا هو. ديزاين اوبشن ده جميل جدا، وده التطبيق والنظري بتاعه. بكده نكون خلصنا الجزئيه الاولانيه دي. طيب خلونا نرجع على الموديل بتاعنا ده، علشان في تكملة أوامر كده صغيرة. خلينا نشوف كده اللي هي عشان تبقوا فاهمين. سكادولز دي اللي ناقصة، خلاص ماشي. تعالوا هنا فيوز اند مانج فيوز، خلوها افهموها في دورة ريفت ام اي بي، افهموا الفيوز قوي يعني، مفصصها لكم قوي يعني. خلينا نفتح هنا، مفيش حاجة خالص، كل ده اتشرح. تعالوا هنا الكومبوننت والسيلينج، فيه شوية حاجات. لا مش قصدي، احنا في الروم، الروم فيها حاجة صغيرة. فاكرين الروم اللي احنا عملناها في الموديل بتاعنا اللي هي كانت هنا؟ طيب الروم دي انا لو عايز ارجع بس كل اللي عملته ده الغيه. فاكرين الروم اللي عملناها زي كده؟ الروم دي عبارة عن اكس كده، بيقول لي ان الفراغ ده انت مسميه ايه، اسمه كده ورقمه، والاريا بتاعته بناء على ان انت مختار ان الروم دي تظهر الاريا.
تمام كده. طب الروم دي عرفنا فايدتها المسميات والكلام ده، وهتفيدنا في دوره ريفت ام اي بي، هيبقى السبيس دوت مفهوم علشان لو عايز تحسب احمال حراريه وشويه حاجات تخص السيستم. طب ايه فايدتها معماريا؟ فايدتها معماريا انت بتستفاد بيها ان انت تحط عليها الكلام دوت، يعني تحط البيانات دي. وفايدتها لو انت كنت بتخرج البلان دوت بتوديه على فوتوشوب وتلونه يعني، فبتلاقي حاجه هنا وانت واقف في الفلور بلان كده ليفل 1 ليفل 2، بتلاقي حاجه هنا اسمها كلر سكيم. لو ضغطت عليها اللي هي الكلر سكيم دي، هي واقفه على نن كده، لو ضغطت عليها بيقول لك لو انت عايز تلون البلان ده الونه ازاي؟ بيقول لي هنا بناء على ايه؟ بناء على الروم، فانا بختار الكاتيجوري بناء على الروم. طب وبيقول لك بناء على ايه برضو تحتها بيندرج؟ هقول له النيم، هيظهر الالوان دي، دي الفراغات هي اساميها وهيبقى الوانها كده، هقول له ابلاي اوكي. يبقى انا اقدر الونه كده. طبعا هنفهم بقى الحته دي الثانيه، انا بقول دي عشان اوصل لحاجه ثانيه. انت هتلاقي اللي هو ليفل 1 ده متلون خلاص، اعرضه على العميل برزنتيشن ليك واعرضه له كده، حط له بقى ليجند يفهم الكلام ده. اروح لفيو او لا انوتيت، هتلاقي هنا حاجه اسمها كلر فيل، الالوان دي اختار اللي تحت دي، الاثنين اللي فوق دول يخصوا السيستم. لو اخترت الاولانيه دي وجيت كده واضفتها هنا كده، فانا عملت ليجند للروم دي بناء على الالوان دي. اعمل سيلكت على الليجند دي واقول له ايديت لو عايز تعدل فيها، لو عايز تغير الالوان دي يعني، تمام. طب انا قلت له عايز يعرض النيم، افتح هنا انت المتاح هنا عندك الاريا، اختار الاريا ماشي وقول له اوكي. فراح هو قال لك ايه؟ قال لك ان اللون ده اللي هو الكبير ده اللي هو مساحته كده ومساحته كده والمساحه دي اللي ماشيه مع بعض ده، لو عايز يقسمها بناء على كده واظبط اليونت مثلا، لو عايز القيمه بالظبط هي مش 12 بالظبط، هو اقرب لاقرب واحد. لو فتحت اليونت وقلت له الاريا هنا بسكوير متر واقول له الاقرب رقمين، اقول له اوكي ماشي، هيجيبها لك بالظبط يعني، حسبها لك بقى بالظبط، حط الاريا اللي هنا اتظبط حسب الكلام ده. فانت الروم دي بتفيدك معماريا انك ممكن تطلع برزنتيشن كده تناقشه مع بعض انت والعميل بتاعك الاريا بتاعتك، والديزاين اوبشن هيفيدك جدا، عملت له كذا اوبشن. فحضرتك بعد ما اظهرت الروم ليجند بناء على، لو فتحت هنا النيم وضحت له اظهر لي النيم، وقلت له هنا الكلر يكون بناء على الاريا، لو انت عندك حاجات تانيه اظهرها بس انت ما عندكش الا الاريا بس، تمام. وغير في الالوان لو عايز تغيرها، ولو عايز تخلي الباترن مختلف ما يبقاش سوليد، ما يبقاش الوان ساده كده. طيب اللي انت عملته ده انت هتلغيه، لان انت لو بصيت على الليفل ده مش انا المفروض الرسمه دي لو انا هروح اهدها او ابنيها مش لازم يبقى عليها دايمنشن؟ طيب الفيو اللي قدامي ده دلوقتي هو شايف ده، تمام كده. فهنا ده هياخدنا بقى في حته ثانيه اللي هي نهايه الكرييت فيوز بقى، كانت اخر حاجه كده مربوطه انك لو عايز تطلع كذا بلان، يعني بلان هيبقى للعميل وعايزين بلان هيروح الموقع، تمام كده. وممكن بلان يبقى ديزاين لسه تحت الديزاين بتصمموه. هل الكلام اللي انا عملته ده اخسره؟ لا. فانا لو وقفت على البلان ده اللي هو ليفل 1 سواء مسقط افقي او اي مسمى ليه، لو ضغطت كليك يمين هتلاقي هنا شويه اوبشن كده وشويه قايمه كده مختفيه بتظهر بكليك يمين. اهمهم انت عاوز دوبليكيت فيو، انا عايز اخد نسخه بقى من الفيو زي ما بعمل دوبليكيت لاي فاميلي لوديبل، هلاقي دوبليكيت فيو انا عايز اخد نسخه بقى منه، واحده هتبقى لون ملونه، واحده هيبقى عليها دايمنشن، واحده هعمل بيها اي حاجه هديها لساع المكتب. لما اخترت دوبليكيت فيو بينسدل تحتها ثلاث اوامر، دوبليكيت بس يبقى انا دي هاخدها زي ما هي. يعني ايه زي ما هي؟ يعني مثلا دي عليها شويه انوتيشن، انوتيشن زي الرو، ولو حاطط دايمنشن مش هاخد الدايمنشن ولا الانوتيشن. فلو قلت له ديبلوكيت يبقى انا هنسخن غير الانوتيشن خالص. لكن لو قلت له بقى الاختيار الثاني دوبلوكيت ويز ديتيلنج، خلينا ناخد الاولاني اهو، اختار الاولاني ده عمل ايه؟ ليفل 1 اللي انا كنت فاتحه عليه شويه انوتيشن اللي انا عملتها دي، انما اللي انا خدته كوبي اهو ظهر تحته، ظهر من غير الانوتيشن، ظهر الروم دي حق. لكن ما خدش الانوتيشن اللي هو التاج بتاعها، ولو حاطط دايمنشن ولو حاطط تاج للابواب علامات، يعني ده باب واحد وده ويندو، فيبقى اول دوبليكيت هو ده. طيب هنرجع تاني للليفل ده، هختار
دوبليكيت فيو وهجرب التاني ده، نسخ لي واحد تاني ليفل 1 كوبي 2، كوبي 2 اهو مفتوح، هو هو زي الاولاني، خده بالانوتيشن. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا كده اول اوبشنين لدوبليكيت فيو، هعمل لدول ديليت بس، نرجع تاني هنا. هضغط كليك يمين واقول له دوبليكيت فيو اللي هي الاختيار الثالث بقى از ديبندنت. دي فايدتها ايه؟ لو انت عندك البلان ده بقى كبير قوي ومش هتقدر تحطه في ورقه A1 او A0 كبير قوي، عايز تضطر تقطعه تعمل بارت يعني، يبقى انت عندك مثلا ليفل 1 ده التوتال، انت شايف كل البلان، لكن انا عايز اطلع لوح بقى بسكيل كبير عشان تبقى واضحه للناس اللي هتشتغل وشايفه التفاصيل، عايز اقطع البلان ده لكذا حاجه. اعمل ايه بقى؟ هيفيدني بقى في الوقت دوت اللي هو الدوبليكيت اللي هو الاختيار الثالث ده، بس هنجيله كمان شويه سنه صغيره بس. طب يعني اعمل ايه بقى؟ هقوم مختار الاختيار ده، انا عايز اقسم البلان بتاعي ده على جزئين، جزء يمين وجزء شمال مثلا. هيجي واحد يقول لي طب انا ممكن اروح للفيو هنا وهلاقي عندي الكروب ده، يعني لو قلت كروب فيو يظهره لي كده ويظهر لي اللي تحت ده، او لاني اللي تحت ده اهو ماشي اظهرته، شايف الكروب ده؟ الكروب دوت هو رؤيه، لو شديت كده وسحبت كده هيوريني النص، ولو شديته الناحيه الثانيه مثلا كده وجبته كده للنص هيجيب النص. واعمل دوبليكيت، اعمل جزئين، او اعمل اللي هو with the tailing او اي اختيار، لكن الكلام دوت يعني مش سيستماتيك قوي، يعني ما انصحش بيه، ما تعملش كده. انا لغيت الكروب ده خلاص كده، لكن انت عايز بقى تعمل كل حاجه بالبن، التقنيه بتاعت البن. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هقوم دايس كليك يمين واروح لدوبليكيت فيو واقول له دي مره، هو راح واخد انا بلغيه بس، وهختار تاني ليفل 1 وانا واقف عليه، ادوس كليك يمين واقول له دوبليكيت فيو واختار اللي هي الاختيار الثالث. ماشي، هو عشان بس انا كنت عاملها فراح هو فضل شايف، خلاص ما فعلتهاش خلاص، ولا في دي ظاهره ولا في دي ظاهره. تمام كده؟ يبقى اصبح عندي ايه؟ عندي الاولاني اللي هو اهو التوتال، هحطه في شيت سكيل ايا كان واحد لكذا. انما بقى الاثنين دولت اللي هم النصين دولت هم شايفين نفس الكلام ده بالديتيلنج، بالتفاصيل، باي حاجه انت هتعملها في ليفل 1 هتتشاف في الاثنين دولت، وده اللي انا عايزه. اي حاجه عايز اضيفها عايزها تتشاف في الاثنين. لو عملت اي حاجه، لو عملت اهو لاين كده هنا كده، ولو عملت لاين بيبص كده يعني هيجي في النصين، لو رحت ده هشوف الكلام ده اللي بيحصل. تمام؟ يبقى استفدت ايه؟ اول حاجه دوبليكيت فيو اللي هو الاختيار الثالث ده بيفيدني في التقسيم، هو هو كانه ويز ديتيلنج بس هقسم على جزئين، الاولاني اللي هو من غير انوتيشن، الثاني بديتيلنج اللي هي ايه الانوتيشن. خلاص كده؟ طيب انا بعد ما قسمت هل هستخدم بقى الكروب فيو اللي هو وانا واقف في الفيو كده مش منشط على اي حاجه في هنا كروب فيو؟ لا. هنا هيجي دور بقى السكيب بوكس. حضرتك هتروح عند الفيو هتلاقي هنا حاجه اسمها سكوب بوكس. تمام كده؟ زي ما قلت لك وانت واقف في الثري دي قبل كده، خليني اقفل بس الفيو انا واقف هنا، او انا لا هروح افتح ليفل 1. ولو انت فاكر لما رحنا الثري دي كنت قلت لك انا بعمل هنا حاجه، في حاجه هنا اسمها سيكشن بوكس، كيوب كده لو قعدت انزل بيه بيقطع ويوريني الثري دي من كل الاتجاهات. وما هو ده كيوب ليه ست اوجه، كل وجه فيه ايد كده بتحكم فيها انا عايز اشوف حد فين. فده فايدته لو انا عايز اتفرج، ولو انا عايز اخد اللقطه دي اوديها على شيت ماشي بتنشطها الغيه. السكيب بوكس بقى ده قريب منه شويه ماشي، اللي هو هنا ده سكوب بوكس، بس ما بيظهرش هنا في السيري دي لان بيستغنى عنه السكشن بوكس. لكن وانا بقى هنا في ليفل 1 هنا انا عايز البلان بتاعي ده يبقى على جزئين، اختار الامر اللي هو سكوب بوكس، اخترته مفيش اي حاجه ليه ولا تشغل بالك، واسمه سكوب بوكس 1 ماشي. انا هعتبر الجزء اللي على اليمين هو بارت 1 اللي هو تبع بوكس 1، وحاجي كده او عامل تنشيط من هنا كده، او حاجي ابك من هنا كاني بعمل ريكتانجل كده، وهقول النص بتاعي البلان بتاعي اللي هو ليفل 1 ده هقسمه على حتتين. فاول سكوب بوكس هيقسم كده ويخش شويه،
الخط اللي في النص ده سنتر عشان يساعدني، عامله بالموديل لاين اللي احنا عرفناه في الدرس. عملت كده، اللي انا عملته ده سكوب بوكس بيظهر في اي بلان او فلور بلان او سيلينج حتى. اسمه اهو، الفيزابيلتي بتاعه شويه حاجات كده، خلاص ما تشغلش بالك بيها قوي عشان ما تتوهش. انت دلوقتي عملته، طب روح بص عليه في الثري دي، بص اهو ظاهر هنا، والمدى بتاعه لحد فوق، عشان انت لو عندك كذا دور، لو انا عندي 10 ادوار شد كده وسع، لكن انا عندي دور واحد هشده لغايه هنا خلاص كده، عشان لو انت عايز تعمل الكلام ده سيكشن، لو عندك سيكشن عاوز تقسمه برضه. ما هو طبيعي ان انت عندك ليفل او فلور بلان كبير، يبقى انت ممكن تعمل بارت برضه او جزء يخص السكشن او يخص الوجه. دلوقتي انا عملت واحد كده اللي هو اسمه سكوب بوكس 1. طب وبعدين هعمل عليه سيلكت واقول له اعمل لي ميرور الناحيه الثانيه عشان اضمن ان الحدود دي تبقى الثاني زيها. لو عملت واحد ثاني هتوه، ايدك مش هتبقى دقيقه. فانا وانا واقف هنا وعندي خط سنتر لاين بيساعدني يمين زي شمال، هقول له عن طريق ميرور بيك وابك على الاكس اللي في النص ده. فراح اعمل ايه؟ راح واخد لي ده قلبه لي الناحيه الثانيه، وفي اوفر لابنج كده انا عامله الركوب يعني. لو بصيت في الثري دي هلاقي ان انا عملت اثنين. ارجع هنا ثاني، وبعدين دلوقتي انا هروح عند بقى ليفل 1 ده اللي هو اول تقسيمه، تمام كده؟ وهقول له وانا واقف هنا بعد ما جيت هنا اللي هو الجزء الاولاني ده، هقول له انا عايز يشوف ايه بقى. وانا في الفيو هنا هنزل هدور على سكوب بوكس، هلاقيها واقفه على نان. هقول له في ليفل 1 البارت الاولاني انا عاوز اشوف هنا ايه، فين السكوب بوكس واقف على نان. هقول له وريني اللي هو الاولاني واخرج بره. يبقى عمل ايه؟ يبقى فعلا هيوريني الجزئيه دي. طب هروح للجزء الثاني او النص الثاني، هنزل تحت سكوب بوكس هقول له وريني 2 بس، يبقى هيوريني الحته دي. يبقى انا عملت ايه؟ ليفل 1 ده هو توتال اهو، عايز اقسمه لجزئين، عملت عليه سيلكت وقلت دوبليكيت واخترت الاختيار ده، قسمته لثلاثه لعشره ايا كان، انا قسمت ده لاثنين فضغطت على دي مرتين فانشا لي اثنين فيوز، وجيت انشات سكوب بوكس اللي هي من فيو بانل او تاب وقسمته بالشكل ده عشان يبقى شكله مميز قوي بالظبط. وبعد كده طلع لي الاثنين فيو دول. الفيو ده وانا واقف هنا او واقف في ده انا مش عايز اشوفه ملون، بقى اعمل سيلكت على دي وارميها، انا مش عايز اشوف اللي هو ملون. وبعد كده ممكن اروح لكالر سكيم اخليها لا نان تاني، اوكي رجعتها تاني واحط دايمنشن واشتغل. ممكن اشتغل على التوتال هيسمع هنا، بدليل ان انا لو رحت على التوتال اهو حطيت دايمنشن هنا كده اهو مثلا ورحت ال1 اهو الدايمنشن اهو ظهر، اشتغل على اي واحد بقى منهم. التاني ده نفس الحكايه خلاص لانه هو الاولاني، لغيت اللي انا مش عايزه الالوان يعني. طيب ناقص حاجه اخيره دلوقتي، في حاجه اسمها ماتش لاين. لما بتقسم البلان فيو كده اجيبها منين دي؟ حضرتك هتلاقي جنبها كده شيت، بانل شيت في فيو برضو، حاجه هنا الفيو ريفرنس وحاجه هنا اسمها ماتش لاين. كنت حضرتك بتعمل في الاوتوكاد الطريقه دي لو عايز تقسم البلان لكذا بارت، وبتعمل خط بايدك وبداش وبتكتب عليه ان ده ماتش لاين، يعني النص ده او تكمله الرسمه دي في بلان معين. هنا كل حاجه برضو سيستماتيك قوي اوتوماتيك، فانا هختار الامر ده ففتح لي سكتش مود عن طريق لاين، وممكن ابك على اللاين اللي هو بك اهو، هعمل عليه سيلكت بس كده خلاص. استخدمت اللاين اللي انا كنت عامله ده انه هيبقى نفس الماتش لاين عليه، واقول له فينش. الناس اللي شاطره قوي في موضوع اخراج اللوح شغاله بنظام عالمي كده هتفهم اللي انا بقوله ده كله. الماتش لاين ده خط تقيل كده داش، تمام كده؟ طب وبعدين؟ لما اجي ابص على النص ده بقى، انا في النص الاولاني فالماتش لاين اهو، عايز اقول له ان النص الثاني ده بيكمل فين؟ عايز اديله مرجع، هلاقي تحت الماتش لاين اللي هي ريفرنس دي. ممكن اروح ليفل 1 اشتغل من التوتال اهو، اختار بقى الامر اللي تحته اللي اسمه فيو ريفرنس، هيلاقي ظهر لي كده حاجه. ممكن اقول له اعمل لها روتيت، يعني خليه الاول انزلها، اختار دي انزل واحده هنا، ممكن اخليها جوه كده، نزلت حاجه كده مش مفهومه واقول له اعمل لها روتيت، تمام كده؟ واقربها كده شويه، اعمل سيلكت عليها وقربها كده شويه من الخط الماتش لاين، واقول له دي وانت عامل عليها سيلكت، قول له ميرور
واديها الناحيه التانيه. ليه؟ علشان لما اروح للنص الاولاني ابقى شايف هنا بقى. انا دلوقتي انا فاتح النص الاولاني اهو، تمام كده؟ هروح عند دي اقول له النص الاولاني اللي هي دي اهي، اللي هي تبع ده، واخد بالك؟ تمام. وهروح النص التاني وانا واقف هنا اعمل سيلكت على دي واقول له دي اللي هي 2، فطبيعي اختفت. انت بقى ايه اللي حصل؟ وانا هنا في النص الاولاني اللي هو ليفل 1 اللي هو الامر ده ديبندد 1، فعايز اشوف الحته التكمله اللي بعد الداش لاين ده يبقى بتشوف ايه؟ فطبيعي بقول له ان سيلكت على ده دي شايفه 2 اللي هو ال 2. طيب وانا واقف في 2 التكمله اللي انا مش شايفها دي لو عملت سيلكت على دي اللي انا ضفتها بيقول لي دي بتشوف اللي هي 1. لما احط الكلام ده في شيت الكلام ده هياخد رقم زي ما كنا عملنا سيكشن قبل كده، مش عايزه تاخد رقم روح لان مفيش شيت اصلا. وكده كان الموضوع دوت يعني بطريقه سريعه بس مهم جدا. اللي عايز يقسم يعني بيعمل سكوب بوكس وبيعمل ماتش لاين وبيضيف الريفرنس الحاجات دي، هي هتشوف الكلام ده لو اتحط على شيت. تمام؟ بكده نكون خلصنا الموضوع ده. طيب فكره سريعه بقى عن الموضوع اللي هو الورك شيرنج. الورك شيرنج ده بيبقى ليه شويه ادوات كده. لو فرضنا البلان بتاعي ده احنا 2 اشخاص عايزين نشتغل على الموديل ده، ما ينفعش احنا 2 نفتحه في وقت واحد، محتاجين ان احنا نخلي دوت فايل مركزي ونحطه في مكان ما، نحطه في الفولدر الرئيسي بتاع المشروع، نحطه لو عندنا سيلفر نحطه على جهاز ماستر، نحطه على كلاود. ده لو انت هيشتغل برضه على نفس الموديل ده تخصصات تانية وشركات تانية في اماكن تانية، مش هتيجي تقعد عندك وتشتغل. فاول حاجة الفايل بتاعي ده انا محتاج احوله لفايل مركزي يعني سنترال موديل. خلينا نقفل ده، ممكن مش هسيب، ارجع بس للدرس واسحب الورك شيرنج. فتح عندي المشروع دوت اللي هو قلنا الفايل اللي اسمه ده، الفايل دوت عايزينه يبقى مركزي، احطه في مكان ما، سيلفر جهاز ماستر، عشان احنا 2 اشخاص هنشتغل او تخصصات تانية هتشتغل، هيشتغل انشائي هيشتغل الكتروميكانيك ميكانيكا الكتريكال بلاند. المشروع بتاعي ده فيه 4 ليفلز كده. اول حاجه عشان نشتغل كلنا مشاركه العمل ده محتاجين اول حاجه نحول الكلام ده لفايل مركزي اللي هو اسمه سنترال موديل، ولازم تبقى فاهم الادوات بتاع السنترال موديل دي واماكنها فين. اول حاجه انا هلاقي تحت هنا جنب الديزاين اوبشن جنبها كده حاجه كده اللي هي ورك شير او ورك سيت، تمام؟ هتروح لتاب كوليبريت تلاقي هنا النص الاولاني ده، النص الثاني ده انت اللي يهمك فيه ده هبقول لك عليه لو عايز تعمل تشيك كده على حاجه. النص الثاني ده هيخص دوره ريفت ام اي بي كوردينيشن، يعني لان انت هتاخد المعماري وتشتغل عليه ام اي بي، يعني معناها المعماري ثابت وانت بتعمل كوردينيشن عنده. دلوقتي ما يخص الكوربريشن اللي هو التعاون او المشاركه، لو اخترت الامر الاولاني ده بيظهر لك كده انك هتسيف الكلام دوت. لا انا مش هسيف حاجه، هختار الورك دي الورك سيت سواء من هنا او من هنا اهي. يبقى اول حاجه عشان احنا 2 اشخاص او 5 او 10 عايزين نشتغل على الملف ده ما ينفعش كلنا نفتحه في نفس الوقت، هنعمل ايه؟ هنشاركه. عشان نشاركه اول حاجه نحوله سنترال مود. فلما اخترنا الامر ده اللي هو الورك سيت يقول لك اقرا الكلام ده ورك شيرنج، اقرا الكلام ده يعني تعمل اوكي يا تعمل كانسل. الموضوع بقى هيبدا مش سهل دلوقتي، يا اما اوكي يا اما كانسل وتتراجع. خلاص كده واقف على ورك سيت، هو عامل سيت زي ما عملنا في ديزاين اوبشن سيت كذا كذا سيت كده كذا اوبشن بنظبطه يعني وكده. فالرساله دي اول حاجه بيقول لك الموضوع يعني تبدا فيها ترجع تتراجع، الموضوع مش سهل. فتقول له اوكي انا هبدا، تمام كده؟ ففتح لي نافذه بالشكل ده ورك سيت، كاني هعمل كذا سيت بقى. احنا مثلا شخصين هنشتغل، يبقى انا هعمل سيت لواحد واثنين لشخصين، تمام كده؟ طيب قبل ما نفتح دي في حاجه هنا اسمها اليوزر نيم، لو دخلت الاوبشن دي في يوزر نيم اسم ابني، انا حاطط اكرم، ممكن احط هنا عمرو ماشي واقول له اوكي، بيقول لي ان دوت اتاخد يعني ماشي ماشي اوكي اوكي مفيش مشاكل. لو رجعت هنا ما ينفعش اتغير في الوقت ده، خلاص كده. فاكرم ده، اكرم ده اونر بيشوف ايه الليفلز والجريدز وكل حاجه، والورك سيت ده حاجات كده جاهزه
تمام. ورك ست اهو زي هنا لما اختار كذا حاجه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ احنا عايزين نتفق ان دولت 1 2 3 3 ليفلز تمام كده، واحنا شخصين هنشتغل، انا هعمل 2 والشخص اللي معايا هيعمل اللي في النص. انا هشتغل معماري انا واحد، قسم بقى الورك ست ده بناء على انتوا هتقسموا الشغل ازاي. هنشتغل كل واحد ليفل بالكامل يشمل الحوائط والابواب والشبابيك والكلام ده، ولا انا همسك كل الحوائط وانت تمسك كل الفلور كده. فانت التقسيمه دي اوبشن، انتوا بتقسموا الشغل ده دلوقتي. ده انا اونر. اونر يعني بعمل ايه؟ انا المالك اللي بيصنع السنترال فايل ده. فهقول له والله انا عايز اعمل ست جديد نيو كده، هقول له بناء على الليفلز، ليفل شرطه 1 خلاص ده، وهقول له اوكي نزل لي هنا. دلوقتي اكرم هو الاونر اللي بينشا، وهقول له اعمل نيو تاني كنترول في، واقول له ده ليفل 2. هنشتغل كل واحد هيمسك دور. اوكي نيو كنترول في وده 2 لا 3 خلاص، هم ثلاث. اوكي هم ثلاثه ليفلز، كل واحد هيمسك ليفل، او احنا الشخصين هنقسمهم مع. وهقول له دلوقتي اوكي دي وونت، انت عايز تعمل، اقول له يس يعني اكتب بس يعني. وهرجعها على الورك ست تاني اللي هي كانت عليها دي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ لحد دلوقتي الدنيا لو رحت فتحت كده انشات ثلاثه ورك ست، مين الاونر بتاعهم؟ اكرم اكرم اكرم. طيب انا هخلي واحد تاني يشتغل معايا، اكرم ده هيشتغل في ليفل 1 وليفل 2. ليفل 3 دي ده هلغي من هنا اقول نو. بيقول لي اول حاجه سيف، سيف اللي انت عملته. هنقسم بقى الشغل، انا هاخد 2 ليفلز وهديله 1، هقول له اوكي بس الاول. وهلاقي هنا انا عايز اسيف ده، مش اي تسييف، انا خدت بقى كوبي منه وهعمله ده سنتر الموديل، وخلي الاصلي في مكان ما، قول له سيف المره دي. بيقول لك ان الكلام دوت ده الفيرست تايم ان ده هيبقى سنتر الموديل، سنتر الموديل اهو تمام كده. وهتقول له يس، عمل سيف تحت. طيب الفايل اللي انا كنت فاتحه ده في درس اليوم فين؟ اللي هو ده. بصوا كده الفرق بين اللي هو بتاع ديزاين اوبشن اللي شرحنا عليه الجزء الاولاني من المحاضره، ده بقى سنترال موديل خلاص كده. هو ده كده بقى سنترال موديل، شكله كده ملوش بريفيو، انا لسه فاتحه، انا لسه فاتحه اهو. وظهر لي بقى السيف حاجه كده ظهرت جديده اسمها سنكرونايز تمام كده. مفيش بقى سيف دي، لان انت اصلا مش هتشتغل على السنترال موديل ده. طيب انا لسه ما خلصتش شويه حاجات فيه، هروح الورك ست ده مثلا، وانا لحد دلوقتي الاونر بتاع كل الورك ست ده اللي هو تقسيم الشغل. ليفل 1 وليفل 2 ده تبعي انا، ليفل 3 ده انا هقول نو ماليش دعوه بيه، مش هشتغل عليه تمام كده. اقول له اوكي لحد دلوقتي تمام. طيب ممكن افتح هنا حاجه كده انشطها، واجي اقول له والله وريني ليفل 1، لو انت مش عايز تخلي الاختيار ده يعني خليهم نشطين يعني، او انا اقول لك حاجه احلى، اعمل سيلكت كده. ودلوقتي سيلكت على الليفل 1 ده، بيقول لك ان كل ده تبع الست اللي هو الاساسي اللي كان 1 اول ما فتحنا. هقول له لا، حط كل دولت على ليفل 1، ده ليفل 1 دول الار دي مثلا، حطيته كده واخرج بره. طيب بعد كده ليفل 2 عملت عليه سيلكت، انا متاكد ان انا عامل على كل العناصر بتاعت ليفل 2، واقول له لا مش تبع الورك سيت اللي هو بتاع الامر، خليه تبع 2. وبعد كده 3 اختار العناصر يعني الاليمنت، واقول له ده 3 خلاص كده. وتعالى بقى ايه لو انا عايز اظهر شويه حاجات كده، انا عايز اشوف اللي هو 1، اقول له اظهر لي الجري. ايه اللي حصل؟ يبقى الامر بتاع ورك ست ده برضو بيفيدني في ايه؟ ان انا مثلا انا عمرو او اكرم هشتغل على 1 و 2 تمام كده. 3 ده انا سبت الاونر يعني انا ماليش دعوه بيه، هيشتغل عليه واحد تاني. اقدر كمان لما اجي افتح الملف اللي هشتغل عليه، احنا دلوقتي في المرحله الاولى اللي هو بنظبط الورك سيت والورك شير ده في امر الورك شير اللي بنقسم الشغل، انت عليك ايه وانا عليا ايه. لما يجي الشخص التاني يشتغل ممكن ما يشوفش اللي انا هشتغل عليه، يعني ما يبقاش ايه مش عايز يشوفه، جهازه ضعيف مش عايز يحمل قوي،
انا بفهمك الكلام ده على ميد صغير لو عندك مشروع كبير. انا دلوقتي بقول له في البريفيو اللي انا شايفه في السنترال موديل ده اللي هو ليفل 1 اللي هو نشط اللي هو ليه الحق ان يشتغل عليه اكرم. بص كده، ما هو اكرم ده في ليفل 1 وليفل 2 يقدر يشتغل على كل ما يخص ليفل 1 وليفل 2، انما ليفل 3 ده هو سابها لحد تاني. هنفهمها بعد ما اخلص. وممكن انا افتح كده، انا يبقى التاني ده النشط بتاعي، وتلاته ده لو انت مركز كده هو فين بقى؟ مش تبعي اصلا، مش هقدر اجي اشتغل فيه خالص. خدت بالك؟ مش اللي انا بعمله ملوش اي لازمه. واخد بالك من الحته دي قوي؟ الموضوع يتوه شويه. طيب انا كده خلصت السنترال موديل، كانسل، خلصت السنترال موديل، فعلت الفايل ده انه يبقى سنترال موديل، وقسمت الشغل ما بيننا وانا الاونر بتاع دولت، والشخص التاني ده هيجي بقى يشتغل. هيشتغل بقى ازاي؟ وانا ممكن هرجع اشتغل تاني. خلاص اوكي، كل الكلام ده خلاص كده واقفل. ايه اللي حصل؟ بص كده المشروع اللي بنطبق عليه، مشروع كده البريفيو بتاعه كده وانت واقف عليه كده، بيقول لك ان ليك باص واحد، باص مكان يعني، اقرا كده اللي هو الباص، ماشي؟ وبيقول لك اخر تعديل اللي هو ده والسايز بتاعه. تعالى بقى للي احنا خليناه سنترال موديل ده، شايف العلامه اللي ظهرت دي؟ دي بتاكد ان دوت سنترال موديل. يبقى انت كده لحد دلوقتي شغال صح، خليت الفايل بتاعك اللي هو ده انه يبقى اللي هو هنا مثلا، انا حطه هنا. انت بقى حطه على سيلفر، حطه على كلاود، حطه على جهاز ماستر عشان الناس تبقى عارفه مكانه فين. بروجكت ورك شيرنج، ماشي؟ انا سميته كده، انت بقى سميه المشروع بتاعك، اسم العميل، مكانه، تاريخ، سنترال موديل، انتوا عاملين مكان، ليكوا انظمه في المكتب، الشركات اللي انت عايزه. فهو ده. دلوقتي انا ما ينفعش اجي افتحه هو، ما ينفعش اجي اعمل سيلكت، عمل سيلكت كده بيقول لي بقى المره دي ايه، انت المره دي مش هتفتح سنترال موديل، انت هتعمل كرييت لوكال، هتاخد كوبي منه تشتغل بيه لوحدك وغيري يشتغل بيه لوحده، تمام كده؟ فاول حاجه عشان تتاكد ان ده سنترال موديل، ده بقى سنترال موديل اهو، فوق اهو الكلمه، اقرا البيانات، وبقى ليه اتنين باث، ماشي؟ اتنين باث غير ده مش مع مش مكتوب سنترال موديل، وليه باث واحد، مكان واحد، انما هنا ليه اتنين باث وكل الكلام ده ومساحته. خلاص كده بتيجي بعد كده تضغط عليه، لو لو اصدارات فوق ال 20 بتضغط عليه بيقول لك ما يسمحش ان انت ما تفتحوش هو بقى، بتعمل لوكال، فبتقول له اوكي تمام، او بتقول اوبن وانا عايز اوصل لمكانه. المكان بتاعه هنا اهو، فده الباث بتاعه، اخد ده كنترول سي وانا هنا في الريفت او الكنترول في الباث واقول له اوبن، انا شايفه اهو اللي هو ده تمام، واقول له اوبن. لا، هو واقف لك بقى على اختيارات هنا، حاجه اسمها كرييت نيو لوكال، انت فعلا هتاخد بقى نسخه من ده، مش هتفتح ده، هقول له اوبن. اروح هنا عند حاجة بس كده اغيرها، او الاوبشن مش اكرم، اقول عمرو. اوكي، انا بس اللي عملته غيرت اليوزر، كاني انا شخص تاني قاعد على جهاز تاني هشتغل على المشروع ده، فهروح على السنترال موديل ده سيلكت، هيقول لي ان انت هتاخد كوبي، اه ماشي، تاخد لوكال خاص بيك، لوكال كوبي للسنترال موديل، اقول له اوكي. المهم انت بعد ما فهمت ان ده بقى سنترال موديل، بعد كده انا كاني يوزر نيم تاني، كاني انا شخص تاني اوبشن، جيت هنا غيرت اسمي وهقول اوكي، وكاني هفتح الموديل بتاعي دوت. انا بقى هشتغل علشان الوقت طول قوي، لو انا فرضنا شخص تاني هشتغل هاخد بقى نسخه واشتغل عليها على الجزء اللي يخصني. انا هتوقف لغايه هنا، هتفهموا الموضوع ده اكتر بالتفصيل ممكن في ريفت ام اي بي، او اعمله درس منفصل عشان يبقى بالكامل تطبيقا. أشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.